كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. صليحة بيس عايتوا الصغيرة تخليها اسمعوا يا أطفال العالم اللي تحصروا في دياركم اللي ما عادش يخرجوا ما عادش يلعبوا. اليوم سلاح عبيد باش يكون سلاح عبيد جونيور باش يوصل لكم صوتكم. سلاح عبيد خلي الكبار يعرفوا انه مش كان هما فدوا مش كان هما تحرموا في الكورونا. احكينا عن الناس الكل كان الأطفال المستقبل الجيل الجديد والأطفال راي ابو بكر يفهموا خير مني ومنك. هاي يا أطفال هاي شنية الكورونا هي تمرض وزادة جات من الوسخ. الكورونا هي واحدة من الكورونات الاخرين. نعرف على المرض متاع الكورونا اللي هي واحدة متاع مرض وتمرض برشا وزادة ما بتنجمش تتنحى من الانسان الا تنجم زادة تعدي واحد اخر كي تسلم بيده ولا تبوسه ولا تعنقه. فهمت ولا معاك واضح هاك فاهم الطفل الصغير. يعني نظافه مهمه واحنا شوف يا صغيرات راه وانا بيدي صغير راه والكلنا لازمنا نسمعوا الكلام ونسمعوا كلام شكون نسمعوا كلام كبيرنا مش هكا حاجه صح يعني نتابع كلامه. سامحنا بجرب سيرياس راه ولا تعرف اسمك راه هي جوست راه مش حافظ اسمك تحب تسمع كلامك سيرياس فخفخ ولكن هي اللي غالب معناها صغيرات شحال ما نعمل اذا انا محطته كان بالسيف. بون هل من رساله للفيروس ولا ساعه هل هو فيروس ولا فيروسة؟ على خاطر قاعدين في الدار على خاطر الكورونا كان باش نخرجوا تنتقل من الانسان للانسان اخر دونك لازمنا نقعدوا في الدار باش ما نتعداش. يا مدام كورونا انا نكرهك ونحبك في نفس الوقت اما نكرهك على خاطرك قتلت برشا عباد وما عادش يعني نراف صحابي واهم حاجه اني ما عادش نقرا ونحبك على خاطر قربتني من عائلتي وليت قريبة من عائلتي أكثر من اللي كنت قبل ما جيت. تسمعوا ولا تسمعوا اسمعوا الكلام يا ناس يا مدام كورونا رانا متنا موتان حتى من الصغار نطقوا والصغار زادا راهو ينجموا يعطيوك النصيحة الأمثل. كورونا جرثومة كبيرة مع أنواع الجراثيم مسخة كي تجي في الجسم وبعد تردك مريض ما تخرجوش من الدار تغسلوا يديكم بالصابون لخصك طبيعة ما تخرجوش من الدار بقوا غاديك تفرجوا في الأخبار. الصابون الأخضر مهم وتفرجوا في الأخبار هو حاب يقول لكم أنا معناه ما عادش تفرجوا في علي الشبي كي يعمل مثلا كل تونس. ما الكورونا هي تحسها عصابة تنظيم ما نتصورش ليه وحدة معناه وحدة الكورونا باش تعمل هكا. الكورونا هي جرثومة برشا جرثومات كلهم يتلموا في بعضهم تولي كورونا فيروس. كورونا فيروس تدخل في جسم الإنسان تمشي لعنق النفس تسد عليه نفسك كي حتى ما تنجمش عندك حتى فرصة باش تخليك تتنفس حتى لين تقتلك. نظفوا يدينا بالصابون الأخضر نمسح الدار كل ما تتوسخ الدار وسخة برك ولا برشا وسخات كيف قربس ريتا يا رب يسترنا. وتعرفوا يا صغيراتي نورمال مورا وما نسلموش حتى على ماما وبابا. معناتها فيروس كورونا معناتها جراثيم ولو صح كل شيء اما ما تجيش فيروس كورونا ارهك كيما كنت اما عايشك ما تخرجوش في دياركم وما تسلموش اغسلوا يديكم بالصابون بدي بعدك شي كيفا ما بوكم يجيو ما تمسوهوش حتى لين يدوش يغسل يدي بعدك شي هو يفطر بعدك شيء انتم تلعبوا ما اتشري واضح ولا لازم يفطر يفطر قبل لازم توريت اي طفل صغير يسمع فيه يدخل بوك اخلط عليه بالسبت اقول ادخل دوش يدخل يدوش بعد يقعد يفطر وقت نجم تقعد معه هم ما نكثروش بالطبيعة. المشكلة انه الكورونا كيما حرمتنا احنا الكبار من حاجات حرمتنا كل واحد فينا تحرم اكيد حتى الصغار راهم اتحرموا. فيروس كورونا تخرجوش من داركم خاطر كورونا واغسلوا بالكدا صابون ودوشوا نقول خايبة تقتل حباش خاطر نخليني نفسي لك ونخرج نلعب نشوف أصحابي نكره هاكم الأخر كورونا رغم أنه اللي فما صغار زيادة يعتبروا أنه الكورونا عدو معنى ما يجي أي فيروس كيما يجي يمشي
وكيما يمشي ينجم يجي. الكورونا هي تحب تدخل في دار وتعدي الناس الكل بتخرج توفى الكورونا نولي ونخرج وتعود الكورونا تجي. هي شو هي حرب كرر وفرب الكورونا تجي احد خبوا في ديارنا الكورونا تمشي يعني نخرجوا واضح بي يا صغرونا قولنا العدو هذية معنا باش الناس تعرف صغار زي دي يعرفوا حتى الكبار لازم يعرفوا العدو هذية شنو يشبه هي يعني ما عرف الكورونا هي سيخكل سيخكل دائرة وهكا وهكا هكا 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 كما السامش وهي مرة بعد تعدينا الناس كل وبعدوا في الكورونا احنا نولي ونخرجوا ما تجي كورونا من نخرج نحبها تعود تمشي الكورونا نخرج وكها كورونا نحب نقول لها امشي امشي اختار هاكم عرف هيا ردوا بالكم هيا كورونا رسالة اخيرة ومن غير برشا كلام من عند فل بالحق فد منك قلق منك بعد علينا يا كورونا خدت نفس ورانا تخنقنا اتخانقوا هذه رسالة مهمة من صغار يوجهها الكبار اللي فما منهم حتى حد معناها تفين الحكاية ومهمشين كل شيء هذا كلام الكبار باش يعرفوا انه فما جيل قاعد يتربى على افعالكم مش كلامكم اما حسب كلامهم هما اللي ربيوا فيكم نتصور وفي روبريك اليوم هاكم ريتو قلنا يمكن كلمة كورونا تقالت 10 إلى 20 مرة من الصغيرات والكل من تقوى بالصحيح مش كيفك سيدنا الشيخ صلاح أبيض.